السلام عليكم. اولا اعرفكم بنفسي، انا مهندس محمد هشام، ان شاء الله اكون معاكم في كورس الرياضه الترم دوت. طيب احاول اعلي صوتي. انا مهندس محمد هشام، ان شاء الله اكون معاكم في كورس الرياضه الترم دوت، جزء دكتور شريف وجزء دكتور درويش. النهارده ان شاء الله هنشرح الشيت الاولاني في جزء دكتور درويش اللي هو جزء السبيشال فانكشنز، وهنحل فيه الافكار المهمه، وهطلعكم تحلوا معايا على السبوره عشان انا بحب دايما التفاعل. طبعا اللي بيطلع يحل بيبقى ليه بونص، تمام؟ فاللي يطلع يحل هيبقى ليه بونص كتشجيعا ليه يعني، عشان تكسر برضو الرهبه بتاعتك. هنشرح النهارده ان شاء الله الشيت الاولاني، وهنخش ندي مساله على الكونتينوس سامبل سبيس بالنسبه لجزء البروبابيلتي جزء دكتور شريف. ما اظنش ان انتوا شفتوا كونتينوس سامبل سبيس قبل كده، فندي حاجه جديده. اكيد انتوا عارفين الديسكريت وعارفين الدكتور قاله في المحاضره اللي فاتت، حاجات بالنسبه لكم مش جديده صح؟ فهندي مساله ممكن تكون فكره جديده وممكن الدكتور يجيبها في الامتحان. فهنبدا ان شاء الله. اول الجزء الاولاني اللي انا كاتبه دوت ده مراجعه على القوانين بتاعه الجاما والبيتا اللي الدكتور شرحهم واللي احنا هنحل بيهم في السكشن ده. اول حاجه الديفينيشن بتاع الجاما، عارفين ان هو تكامل من 0 لانفينيتي للاي تو ذا باور نيجاتيف تي مضروبه في تي اس اكس ناقص 1 وبكامل بالنسبه لتي. كل دوت لما تكون الاكس موجبه، لو انا عايز اجيب الجاما بتاعت اكس موجبه. طيب والاكس، وعرفنا بقى من الديفينيشن دوت، عرفنا نستنتج شويه ثيرمز كده. الثيرم الاولانيه ان الاكس ان الجاما اوف 1 لما تكون الاكس ب 1 هتساوي 1، وان الجاما اوف الاكس بلس 1 هي الاكس جاما اكس وهي تساوي برضو اللي هي الفاكتوريال بتاع الاكس، وان الجاما اوف اكس في الجاما اوف اكس ناقص 1 يساوي الباي على ساين باي اكس. ده اللي الدكتور استنتج معاكم دي في المحاضره صح؟ نعم؟ اكس 1 ناقص اكس. صح 1 ناقص اكس. معذرة يا جماعة. 1 ناقص اكس. وان ان الجاما ل 2 اكس هي الجاما اكس في الجاما اكس زائد نص في 2 اس 2 اكس ناقص 1 على روت الباي. دي اهم يعني من اهم الايكويشنز اللي احنا هنتعامل معاها، بتحل لي كتير قوي من المسائل، ودي اسمها ليجراند دوبليكيشن او ليجراند دوبليكيشن يعني حسب بقى بتنطقها ازاي. هو اظن ان هو فرنسي غالبا دوت. بعد كده رحنا على الديفينيشن بتاع البي بتاع البيتا، والديفينيشن بتاع البيتا دول اهم تو ديفينيشنز هنستخدمهم في حل المسائل. ما هو المشكله ان انا لما اجي اشرح بعد كده واحل المساله يعني مش هعرف امسكه بايده، هو مش شغال اصلا. هحاول اعلي صوتي معلش. طيب الديفينيشن بتاع البيتا، دول اهم تو ديفينيشنز هنتعامل معاهم بالنسبه للبيتا، ودول اللي هيساعدونا في حل مسائل كتير قوي. الديفينيشن الاولاني اللي هو تكامل من صفر لواحد، والديفينيشن الثاني اللي هو بكامل على السيتا لو انا حطيت تعويضه ان الاكس ايكوال ساين سكوير سيتا، فبالتالي هيطلع لي الديفينيشن الثاني ده. ودي ثيرم مهمه اللي كانت 2.7 اللي احنا الدكتور استنتجها او 2.5 مش متذكر بالظبط. دي مهمه جدا برضو تنفعنا في حل المسائل، اللي هي البيتا اوف البي والكيو تساوي الجاما اوف بي في جاما اوف كيو على جاما المجموع بتاعهم. طيب تعالوا نشوف كده اول مساله قدامنا. اول مساله في الشيت بيقول لي بروف ان الترم دوت اللي هو جذر 3 في جاما 5 على 6 مضروب في جاما تلت تربيع يساوي 4. نعم بس عملت. طيب يساوي 2 اس 4 على 3 في باي اس 3 على 2. طيب هنفكر في المساله دي ازاي؟ نحاول نمسك كل واحد كده ونشوف هنفك ازاي.
طب انا عندي اتنين وعندي باي، وانا شايف ان الاتنين القانون اللي فيه عندي اتنين ايه؟ اتنين قص حاجه هي الدوبليكيشن رول دي، تمام، وفيها باي قص جذر، يعني باي تحت الجذر، وهنا في باي قص 3 على 2، معنى ذلك ان هي جذر التربيعي او جذر التكعيبي، جذر التربيعي سوري الاكس تكعيب، يعني في جذر للباي. اذا اول حاجه تخطر على بالي ان انا افكر في الرول دي، صح؟ طيب تعالوا نفكر فيها ازاي. لو انا جيت اجيب الجاما، الجاما للتلت لا يساوي من نفس الرول ديت، لو انا اعتبرت ان هنا ان التلت ديت هي الاتنين اكس، بيبقى عندي الاكس هي التلت، صح ولا لا؟ فسوري الاكس هي السدس، تمام؟ فاعتبر ان هي جاما اوف اكس اللي هي جاما اوف سدس مضروبه في جاما الاكس زائد نص اللي هي سدس زائد نص مضروبه في 2 اس 2 في الاكس اللي هي 2 اس تلت ناقص الواحد على جذر الباي. الكلام ده يساوي ايه؟ جاما اوف السدس في جاما اس في جاما اوف هنا تلت يطلع لي 5 على 6 في 2 اس نيجاتيف 2 على 3 روت الباي، تمام. يبقى جاما اس تلت من الكلام ده، سوري جاما تلت تساوي ايه؟ لو انا عايز اجيب اللي هي الكلام دوت، عايز اجيب الجاما سوتس لوحدها. طيب بلاش نفكر في الجاما سوتس دلوقتي. نعم بتقول ايه؟ دي هي سوري هي سوري هتبقى 4 على 6 اللي هي 2 على 3. طيب بنفس الكلام ولكن انا عارف ان الجاما سوتس في الجاما 5 على 6 اللي هي استخدم دي يساوي ايه؟ باي على ساين باي اكس، هنا الاكس عندي بكام؟ بسدس، يبقى باي على 6 ده اللي هي يساوي باي على 6 دي اللي هي بنص ساين باي على 6 فيطلع لي 2 باي، تمام. فتبقى الجاما سوتس تساوي 2 باي على جاما 5 على 6، ماشي. دي اول حاجه. طيب انا جيت عايز اجيب بقى جاما 2 على 3، انا عارف ان الجاما تلت في جاما 2 على 3 استخدم برضو نفس الرول دي تساوي باي ساين باي اكس باي الاكس هنا عندي بتلت هيبقى باي على 3 ساين باي على 3 اللي هي جذر 3 على 2 يبقى هنا جذر 3 تحت وهنا في 2 باي. اذا عرفت هنا تاني حاجه عرفتها ايه؟ ان الجاما اتنين جاما 2 على 3
تساوي 2 باي جذر 3 مضروب في جاما تلت. طب تعالوا نعوض بالاثنين دول هنا كده في الترم ده. انا عرفت جاما سوتس جاما 2 على 3. طيب يبقى عندي هنا جاما تلت تساوي جاما سوتس اهي 2 باي على جاما 5 على 6 مضروبه في 2 باي على جذر 3 في جاما 2 على 3 سوري تلت بس مضروبه في 2 اس ناقص 2 على 3 على جذر الباي. تمام. طيب الكلام ده لو انا وديت ديت الناحيه الثانيه بالضرب وديت دول الناحيه الثانيه بالضرب هيظهر لي عندي ايه؟ هيبقى عندي جاما التلت تربيع والجذر 3 بره اهي مضروبه في جاما 5 على 6 مضروبه في جاما خلاص مفيش حاجه ثانيه مفيش جاما ثانيه. يبقى الطرف الثاني يساوي ايه؟ هنا عندي 2 في 2 في 2 اس ناقص 2 على 3 2 تربيع في 2 في 2 ناقص 2 على 3 اللي هي 2 اس 4 على 3. وهنا عندي في باي وباي في باي تربيع وفي جذر الباي في المقام يبقى باي اس كام؟ اس 3 على 2. ودوت ده اللي هو كان عايز يثبته اصلا. طيب المساله اللي بعديها بيقول لي طبعا لقيت فيه هنا جذر الباي وفي 2 اس اس حاجه اذا تيجي في بالي نعم دي 2 على 5 على 5 انت حلتيها؟ طب هنفكر فيها ازاي بقى؟ احنا بما ان لقينا باي ولقينا 2 اس حاجه اذا يجي في بالي الرول ديت بتاعت الدبليكيشن. تمام؟ فهقول هبدا من عند هنا ديت مضروبه في جاما 2 على 5 اذا دي اللي معمولها دبليكيشن اللي هي الخمس. تمام؟ فيبقى هنا 2 في 1 على 5 هستخدم الدبليكيشن رول اللي هي هتبقى جاما اكس اللي هي خمس في جاما خمس زائد نص مضروبه في 2 اس 2 على 5 ناقص الواحد على جذر الباي. تمام. دي هيديني ايه؟ جاما اس جاما اوف خمس في جاما اوف 7 على 10 في 2 اس ناقص 3 على 5 على جذر الباي. اودي دول هناك باشاره مخالفه او هعكس الاسس بتاعتها او الاساس الاس بتاعها هيبقى عندي هنا روت الباي في جاما 2 على 5 الكلام ده مضروب في 2 اس 3 على 5 تمام يساوي جاما 5 جاما 7 على 10. طيب بيقول لي عايز يحسب الانتجرال دوت. حد عنده تصور هنعمل ايه؟ هنفرض ايه في الاول؟
ماشي. يعني انت عايز تخلي الاكس تان اس نص، يعني اكس تربيع يساوي تان، صح كده؟ ماشي. يبقى 2 اكس دلتا اكس يساوي ايه؟ والاكس دي اللي هي جذر التان سيتا. اذا الدلتا اكس بتساوي نص سيك سكويرد الثيتا على جذر التان ثيتا دي ثيتا. هيبقى الاي تساوي لما زيرو هيبقى زيرو باي على الاثنين بالظبط. وهنشيل دلوقتي يبقى عندي في المقام ايه؟ واحد زائد تان تربيع ثيتا مضروبه فيه نص سيك سكويرد الثيتا جذر التان ثيتا دلتا ثيتا، صح؟ انا عندي الكلام ده يساوي سيك سكويرد الثيتا، فالسيك دي هتروح مع السيك دي، هيبقى لي من زيرو باي على الاثنين، ممكن اطلع النص بره، واحد على جذر تان ثيتا دي ثيتا، صح؟ في مشكلة؟ في مشكلة؟ طيب أنا عارف إن التان ثيتا تساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا، إذا الانتجرال بتاعي هيبقى عبارة عن إيه؟ نص من صفر للباي على الاتنين ساين أس نص ثيتا كوساين أس نيجاتيف نص ثيتا دي ثيتا، صح؟ إحنا كده قربنا من الشكل بتاع إيه؟ بتاع تعريف ايه؟ تعريف البيتا، صح ولا لا؟ طيب بس انا ناقص لي هنا تعريف البيتا يبقى فيه 2، فهقول ان ربع في 2 من الصفر الباي على الاثنين ساين نص ساين اس نص الثيتا كوساين اس نيجاتيف نص الثيتا دلتا الثيتا. اذا انا عندي هنا الاثنين بي ناقص الواحد ايكوال نص، تبقى البي بكام؟ يبقى 2 بي يساوي 3 على 2، يبقى البي تساوي 3 على 4. وهنا عندي ال 2 كيو ناقص الواحد ايكوال نيجاتيف نص. اذا الكيو هتبقى بربع. تمام؟ اذا ده يساوي ايه الكلام ده؟ يساوي ربع البيتا لل 3 على 4 والربع. طيب هل اقف لحد الحته دي؟ لو تعرف تكمل كمل. تمام؟ طيب انا عارف ان البيتا، هستخدم النظريه الاخيره خالص بتاعت البيتا اللي هي ربع في جاما 3 على 4 جاما ربع جاما مجموعهم اللي هو بواحد. نعم. المفروض صح، لان التان تحت، فيبقى هنا دي اللي بالنيجاتيف ودي اللي بالبوزيتيف، هيطلع نفس الكلام بس دي هتبقى هنا، دي هتبقى بتول بربع ودي اللي هتبقى بتلاتة على اربعة. تمام؟ والبيتا تلاتة على اربعة وربع هي هي البيتا الربع وتلاتة على اربعة، ما فيهاش مشكلة ان احنا نبدل. طيب دوت هيساوي، لو احنا اعتبرنا هنا من النظريه دي جاما اكس في 1 ناقص اكس، لو اعتبرنا هنا الاكس بكام؟ لو اعتبرنا الاكس هي اللي بربع، تمام، والواحد ناقص اكس هي ب 3 على 4، يبقى الكلام ده هيدينا ايه؟ ربع
مضروبه في باي ساين باي اكس اللي هي تبقى باي على 4. دي اللي هي ساين 45 اللي هي 1 على الجذر 2، هيبقى لي هنا فوق باي مضروبه في الجذر 2 على 4. حد عنده سؤال في دي؟ حد عنده سؤال؟ طب انا عايز حد يطلع يفكر، حد يطلع يحل المساله ديت ويفكر معايا فيها. مين يتطوع؟ اللي بيطلع ليه بونص على هي دي نص واحد زائد واحد زائد اكس اس نص ولا فضل. تمام مظبوط. برافو عليك. هنا زميلتكم عملت ايه؟ عملت تعويضه في الاول عشان تبسطها وتحاول تحط المعادله بتاعتنا او الانتجرال بتاعنا في شكل احنا عارفينه. ففرضت ان تي تساوي نص مضروبه في الاكس زائد 1، تمام؟ وعلى هذا الاساس قالت ان الاكس يساوي 2 تي ناقص 1، وجابت علاقه ما بين التفاضل بتاع الدلتا اكس والدلتا تي، تمام؟
وجابت حدود التكامل الجديد. حدود التكامل الجديدة بقت من صفر لواحد، وبقى فوق عندي ايه؟ بقى فوق عندي 2 تي، وبقى تحت عندي 2 تي بس بإشارة نيجاتيف، يبقى ناقص 2 تي زائد 2. تمام؟ خدت طيارة ال 2 تي، يعني طيارة ال 2 اللي فوق مع التي ديت، وخدت 2 مشترك من تحت. طيب تحب اكتبها تاني ولا شايفة؟ حاضر. هنا زميلتكو عملت التعويضة اللي هي تي تساوي 1 زائد اكس على الاتنين، وعلى هذا الاساس قالت ان الاكس تساوي 2 تي ناقص الواحد، فبالتالي الدلتا اكس تساوي 2 دلتا تي. تمام. طب حدود التكامل، انا عندي حدود التكامل من سالب 1 لواحد. طب لما تبقى الاكس بسالب 1 تبقى التي بكام؟ بزيرو. ولما الاكس تبقى بواحد، عوض هنا بواحد، تبقى التي بواحد. فقالت ان التكامل الجديد هيقول لك للشكل ده من زيرو لواحد، وهنا عندي فوق واحد زائد اكس فهتبقى 2 تي، وعندي تحت واحد ناقص الاكس اللي هي 2 ناقص 2 تي. كل الكلام ده قص نص مضروب فيه 2 دلتا تي. تمام؟ فهيساوي ايه؟ لو انا طيرت الاتنين دي مع الاتنين دي مع الاتنين دي، وهطلع الاتنين دي بره من صفر لواحد، تي قص نص في واحد ناقص التي قص ناقص نص مضروب في الدلتا تي. مش ده الشكل بتاع تعريف البيتا اللي هو الديفينيشن الاولاني؟ يبقى هنا عندي البي ناقص الواحد تساوي نص، اذا البي تساوي 3 على 2، وعندي الكيو ناقص الواحد تساوي النيجاتيف نص، اذا الكيو تساوي نص. اذا الكلام دوت الانتجرال بتاعها هيقول ان دوت هيساوي 2 في البيتا 3 على 2 ونص، وبيتا سوري 3 على 2 ونص دوت هيساوي 2 جاما 3 على 2 في جاما نص جاما مجموعهم اللي هو 4 على 2 اللي هي جاما ال 2 اللي هي بواحد. فالكلام دوت هيدينا انا عارف من الشكل اللي فوق دوت ان دوت يساوي جاما النص في جاما واحد زائد نص. فمن الشكل دوت هو ده الشكل اللي فيه جاما اكس وجاما اكس زائد واحد. فالكلام دوت هيساوي ايه؟ هنا في واحد وهنا في اتنين، هيدينا نص في جاما جاما نص تربيع اللي هي تدينا نص في واي على الاتنين. سوري هي النص دي جت منين؟ دي اتنين تدينا في الاخر باي. واضحة؟ واضحة؟ نعم. التعويضة انت عايز توصلها لشكل انت عارفه. تمام؟ فانا هنا عندك التفاضل دوت او التكامل دوت في من الحدود بتاعته من سالب واحد لواحد. تمام؟ فدي اقرب للديفينيشن الاولاني اللي هو من صفر لواحد، لان طالما هو مش من صفر لما لا نهايه يبقى هو ملوش دعوه بالجاما. طالما هو مش من يبقى هو ليه دعوه بالبيتا؟ طيب طالما
انت بتكمل بالنسبه للسيتا ففي زوايا في حدود التكامل، اذا انت محتاج تحطها في شكل الديفينيشن الثاني. لو انت بتكمل بالنسبه لاي فاريبل ثاني وحدود التكامل قريبه من صفر والواحد او سالب واحد وواحد، فانت ممكن تعمل تعويضه بحيث ان انت تخليها في الشكل اللي هو بتاع الديفينيشن الاولاني. مش سامعك معلش. ماشي، ما انت لو عوضت، لو شلت اصلا مثلا 1 ماينس اكس او 1 بلس اكس وحطيت تي او حطيت واي مثلا، تمام، بعد كده هتيجي ثانيه هتعمل تعويضه ثانيه، تمام. فانت ممكن تمشيها من الاول 1 ماينس اكس ايكوال تي مثلا، وبعد كده هتيجي في لحظه معينه في المساله هتضطر تعمل تعويضه ثانيه ان الواي اللي انت فرضتها ديت تساوي 2 او تساوي يو على الاثنين، تمام. فانت هتعمل تعويضه تانية عشان توصل للشكل القياسي اللي احنا وصلناه. تمام، يبقى صح طبعا، يبقى طالما وصل الناتج النهائي صح يبقى ما تحلش بايه. يعني قلت عملت التكامل على طول على الآلة مثلا يعني ولا ماشي ماشي هيطلع صح. ماشي، بس انت اصور هو بيقول لك ان انت ممكن تجيبها تسلك طريق اللي هو العادي اللي احنا متعودين عليه، وممكن تسلك طريق السبيشال فانكشنز. هو بما اننا بناخد شيت سبيشال فانكشن فبيقول لك ان انت ازاي تربط الانتجرال بتاعك اللي انت بتحسبه بالشكل من اشكال الديفينيشنز بتاعت السبيشال فانكشنز وتحسبها عن طريق السبيشال فانكشنز. ده صح طبعا، بس هو لو جاي في المساله هيقول لك مثلا يوز السبيشال فانكشنز ديفينيشنز to evaluate the integral. فهو حدد لك الطريق اللي انت تمشي فيه. لو ما حددلكش طبعا الحل اللي انت بتقوله صح، ما فيش اي مشكله. طيب هنا الشكل دوت لو اعتبرنا ان الاكس دي هي الاكس ودي هي الاكس، دي اللي هي الواحد زائد الاكس، سوري دي اللي هي الاكس زائد نص، لا دي اللي هي واحد زائد اكس. طيب قانون الاكس والواحد زائد اكس فين؟ استنى انا عارف ان لو اعتبرت ان الاكس هي بنص ودي جاما واحد زائد النص هيدينا ايه. انا عارف ان الجاما واحد زائد اكس تساوي الاكس جاما اكس، صح ولا لا؟ يبقى ديت الاكس عندي بنص جاما نص، صح؟ يبقى هنا نص ديت هتبقى نص جاما نص مضروبه في جاما نص يبقى نص جاما نص تربيع، تمام، والنص هتروح مع الاثنين هنا هيطلع لي هنا في الاخر ان جاما نص ديت من الديفينيشن هتبقى جاما نص تبقى هي بالظبط جاما نص. احنا عارفين ان هي بجذر باي، تمام. لا ما هنا ديت هنا هيبقى في نص هنا فالاثنين هتروح مع الاثنين، تمام. خلاص يبقى هنا ديت هيطلع لي هنا جذر الباي تربيع يطلع لي الباي في الاخر. نعم جاما 4 على 2 هنا
جاما 2 يساوي 1 جاما 1. جاما 1 ب 1 ف 1 في 1 ب 1. طيب هنا لو انا عملت تعويضه ان الاكس هقول له ليت الاكس تساوي ساين اكس ساين ثيتا، فبالتالي دلتا اكس تساوي كوساين ثيتا دلتا ثيتا. طيب وانا عارف ان يبقى دلوقتي دلتا ثيتا تساوي دلتا اكس على كوساين ثيتا اللي هي 1 ناقص ناقص ساين تربيع الثيتا ساين سكوير الثيتا. طيب تعالوا نعوض كده هنا. طيب حدود التكامل لما الثيتا تبقى بزيرو هيبقى الاكس بزيرو، ولما الثيتا تبقى باي على الاثنين هتبقى الاكس بواحد. يبقى حدود التكامل بقت من الزيرو للواحد، واحد انا فرضت ان الاكس هي ساين ثيتا يبقى واحد زائد اكس تربيع، وهنا واحد، والدلتا ثيتا تساوي دلتا اكس واحد ناقص ساين طيب هنا ساين تربيع الثيتا دي اللي هي اكس تربيع صح؟ فمش هحتاج اكتبها بالثيتا فتبقى واحد ناقص الاكس تربيع. طيب هيبقى الكلام ده يساوي ايه؟ تكامل من الصفر لواحد، واحد على الجذر، واحد ناقص اكس اس 4 دلتا اكس. هعمل تعويضه ثانيه هقول له ليت ان الاكس تربيع تساوي ساين فاي، فبالتالي الاثنين اكس دلتا اكس تساوي كوساين فاي دلتا فاي. يبقى دلوقتي ان الدلتا اكس تساوي ايه؟ كوساين فاي دلتا فاي على 2 جذر ساين الفاي. معايا؟ وحدود التكامل هتبقى من 0 باي على 2، فهتبقى الاي تساوي من 0 باي على 2. الكلام ده يبقى واحد جذر واحد ناقص ساين تربيع الفاي مضروبة في كوساين الفاي 2 جذر ساين الفاي دلتا فاي. طيب الكلام ده اللي هو واحد ناقص ساين تربيع الفاي ده اللي هو كوساين الفاي، كوساين فاي هتروح مع كوساين فاي هيبقى لي بره نص تكامل من الصفر باي على الاثنين، واحد على الجذر ساين فاي دلتا فاي. يبقى الكلام ده يساوي نص من الصفر باي على الاثنين ساين اس نيجاتيف نص فاي في كوساين اس زيرو فاي دلتا فاي. مش دي الصورة القياسية بتاعت البيتا صح؟ ممكن اعتبر ان الاتنين بي ناقص واحد ايكوال نيجاتيف نص، فالبي هتبقى بربع، والاتنين كيو ناقص الواحد ايكوال زيرو، فالكيو تساوي نص، فالاي هيساوي نص، بس مش نص بقى هنا المفروض هيبقى هنا دي ربع اضربها في اتنين عشان تبقى في الصورة القياسية، فديت هتبقى ربع بيتا للربع والنص. اللي هي تساوي ربع
جاما نص، جاما ربع، جاما 3 على الأربعة. تمام؟ مش هعرف أنا أبسطها أكتر من كده، لأن جاما نص وجاما ربع مفيش علاقة ما بينهم إلا دي ضعف دي، وأنا ما عنديش علاقة بتربط ما بين إكس واتنين إكس مضروبين في بعض. بتفكر إزاي؟ أنت بتفكر في أول حاجة في تعويضة. نعم؟ أه، ما أنا بقول لك أنت فكر في تعويضة مناسبة. أنت هنا فكرنا ليه في التعويضة دي؟ أولاً التعويضة ديت هتخلي ال يعني هتطلع لي ممكن ان انا اعمل تعويضه ثانيه، يعني لو عوضنا هنا مثلا ممكن، على فكره في تعويضات ثانيه كتيره تحل المساله دي، صح ولا لا؟ انت ممكن تعوض، هو بيسال اشمعنى عوضنا بالتعويضه دي، فبقول له انت مش شرط التعويضه دي، ممكن يبقى في تعويضات ثانيه تحل لك المساله. تمام؟ انا عايز احطها اول حاجه في الصوره القياسيه. ما انت بتجرب، بس طبعا بتجرب على حسب، يعني بتجرب على حسب نظرتك للمسألة. تمام؟ ممكن انت، انا عملتها هنا بتعويضتين، انت ممكن تعملها بتعويضة واحدة. تمام؟ هنا بيقول لي اثبت ان الانتجريشن دوت هيساوي الكلام ده. هبدا اول حاجه من الانتجريشن، الحاجه اللي انا بعرف احلها واعرف اوصلها للشكل ده. طيب بما ان هو مش عارف ابدا، يعني انا مش عارف ابدا من البيتا، لان انا عشان خاطر اوصل في الانتجريشن دوت من البيتا هحتاج ان انا احط الديفينيشن في كل خطوه، فالديفينيشن فالانتجرال هتكبر قوي. تمام؟ طيب تعالوا نعملها كده من هنا من ليفت هاند سايد. يساوي تكامل من الصفر لواحد، واحد ناقص اكس تربيع، واحد زائد اكس تربيع، دلتا اكس. تعالوا نضرب في المرافق كده، واحد ناقص الاكس تربيع، واحد ناقص الاكس تربيع، يساوي واحد ناقص اكس تربيع جذر واحد ناقص اكس اس 4 دلتا الاكس. تمام. انا عشان احطها في صوره اعرف اعملها، لو خليت، لو عوضت تعويضه اللي هي ان الاكس تربيع تساوي ساين ثيتا، تمام، ساعتها ان 2 اكس دلتا اكس تساوي كوساين ثيتا دلتا ثيتا.
فالدلتا اكس عندها تساوي ايه؟ نص كوساين ثيتا فوق اهي، وهنا الاكس دي اللي هي جذر الساين ثيتا، كل الكلام ده في الدلتا ثيتا، فيساوي من الصفر للواحد واحد ناقص اكس تربيع اللي هي واحد ناقص ساين ثيتا، واحد ناقص ساين تربيع الثيتا مضروب فيه نص كوساين ثيتا جذر ساين ثيتا دلتا ثيتا. انا عارف ان الكلام دوت هو كوساين ثيتا الايه؟ حدود التكامل هتتغير، هتبقى من كام لكام بقى؟ من صفر دي هتبقى بصفر، لو دي, دي لو دي بواحد هتبقى دي باي على الاثنين، يبقى من صفر باي على الاثنين. كوساين ثيتا دي هتروح مع كوساين ثيتا هيبقى لي ايه؟ نص من زيرو باي على الاثنين واحد ناقص ساين ثيتا في ساين ثيتا اس نص دلتا ثيتا، مش الكلام ده هيساوي نص؟ تكامل من صفر باي على الاثنين ساين اس نص الثيتا ناقص ساين اس نص للثيتا دلتا الثيتا، صح؟ الكلام ده هيساوي نص، او نخليها بقى في الصورة القياسية على طول، هيبقى ربع اتنين تكامل من الصفر باي على الاتنين لساين نيجاتيف نص للثيتا دلتا ثيتا ناقص اتنين من الصفر باي على الاتنين ساين باور هاف دي ثيتا انا اولا ضربت في اتنين وقسمت على اتنين فخليتها ربع وادي الاتنين اللي انا ضربت فيها وزعتها بعد كده وزعت التكامل بحيث ان انا اخلي ساين اس نيجاتيف هاف ديت لوحدها وساين اس هاف دي لوحدها تمام بحيث ان انا احطها في الصوره القياسيه طيب الكلام دوت مش ده التعريف التاني للبيتا هنا ال ال الاتنين بي ناقص واحد يكون ناقص نص هتبقى بي بكام؟ بربع وهنا عندي الاتنين كيو ناقص الواحد ايكوال زيرو فالكيو هتبقى بنص طيب هنا الاتنين بي ناقص الواحد ايكوال نص فالبي بتساوي تلاتة على الاربعة وهنا الكيو تساوي نص فهنا دوت يساوي ايه؟ يبقى الليفت هاند سايد يساوي ربع في بيتا دي بيتا بتاعت ربع ونص ناقص البيتا بتاعت تلاتة على اربعة ونص دوت يساوي الرايت هاند سايد تمام حد عنده سؤال حد سامعني تكلموا في ايه تكلموا في ايه استني اجابه والله لا عادي بتشرح له حاجه يعني قول لي بشرح له حاجه
طيب مساله كده احنا خلصنا الجزء بتاع السبيشال فانكشنز، المسائل بتاعه السبيشال فانكشن اللي كانت في الشيت. هشرح لكم دلوقتي المساله بتاعه البروبابيليتي. كان الدكتور ادى في السكشن بتاع يوم الثلاث مساله كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي عايز اقيس، انا عندي دلوقتي كمبيوتر، الكمبيوتر ده بيطلع لي عليه رقم، معايا؟ الكمبيوتر ده بيطلع لي عليه رقم، فانا اول ما بشوف الرقم لحد ما بدوس، يعني مثلا هو بيقيس ايه؟ بيقيس ان انا بعرف ادرك ان الرقم دوت صح ولا غلط ولا لا، وبشوف انا بعرف احدد هو الرقم ده صح ولا غلط في تايم قد ايه. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي عندي كمبيوتر تمام بيظهر لي عليه رقم، وعندي لوحه مفاتيح فيها ارقام، تمام؟ فانا سيب مثلا ظهر لي على الكمبيوتر ده رقم 3، تمام؟ فاول ما الرقم ما يظهر لحد ما انا ادوس رقم 3 على الكيبورد، فدوت التايم اللي انا ادركت فيه ان الرقم ده 3 ونفذت الاكشن ان انا دوست ال 3، صح ولا لا؟ يبقى انا حددت في التايم دوت ان ده 3. طيب هو بيقيس بقى الريسبونس بتاعي ما بيني وما بين واحد تاني، فجاب 2 كمبيوتر تمام، واول واحد يظهر عليه رقم وتاني واحد يظهر عليه رقم، وقعد الاثنين قدام التو كمبيوترز تمام. فالكمبيوتر الاولاني ظهر عليه رقم، فانا ادركت مثلا سي ان الكمبيوتر الاولاني ده ظهر عليه واحد والكمبيوتر الثاني ظهر عليه 3، تمام؟ فانا قاعد قدام الكمبيوتر اللي عليه واحد، فاول ما ظهرت واحد فانا قمت دايس واحد، فهو بيسجل التايم اللي انا بدوس فيه الرقم دوت، يعني ده معنى ذلك ان الرقم ده اللي انا ادركت فيه ان هو واحد وخدت الاكشن. طيب الثاني اللي قاعد جنبي ظهر له 3، ف على ما داس 3 على الكيبورد فسجل التايم بتاعه اللي هو داس بيه، فكان ده تايم تي 2، فهو بيسجل التايم الاولاني بتاعي وبيسجل التايم الثاني بتاعه وبيحاول يقارن ما بينهم بقى، تمام؟ او بيحاول يحلل الداتا اللي عنده على اساس التي 1 وعلى اساس التي 2. طيب التي 1 والتي 2 دول راندوم، صح ولا لا؟ انا ما اعرفش ان انا ممكن في مره احدد ان الرقم دوت في مثلا نص ثانيه، وممكن احدد مثلا في ربع ثانيه، حسب الله اعلم احدده في قد ايه. الرقم ده راندوم، والرقم اللي بيطلع لي على الكمبيوتر ده راندوم، اذا دي بروبلم بتعمل مع راندوم فاريبل. طيب هو بيطلب مني ايه؟ بيقول لي ان احنا بنسجل التايم اللي هو تي 1 والتي 2 تمام، وبيقول لي في ايفنتس هتحصل. بيقول لي اول حاجه حدد السامبل سبيس بتاعتك، بتاعت التجربه العشوائيه اللي احنا عملناها دي بتاعت التي 1 والتي 2. بعد كده بيقول لي في 3 ايفنتس هيحصلوا، فوريني لي الثلاثه ايفنتس دول هيتمثلوا ازاي بالنسبه، او هياخدوا اجزاء عامله ازاي من السامبل سبيس بتاعتي. طيب احنا عندنا دلوقتي التايم تي 1 والتي 2 دول مش ممكن ياخدوا اي رقم، بس رقم بوزيتيف، صح ولا لا؟ فاحنا ممكن نمثلهم ازاي؟ لو ده دي تي 2 وده المحور بتاع تي 1، فكل البوزيتيف 4 تي 1 اكبر من السامبل سبيس بتاعتك، صح ولا لا؟ دي السامبل كلها اللي هي الربع الاولاني ده، ممكن التي 1 والتي 2 تاخد اي رقم. طيب هو دلوقتي بيقول لي ايفنتس معينه، حدد لي الايفنتس ديت على السامبل سبيس بتاعتك هيبقى واخده حيز قد ايه واخده شكل عامل ازاي. طيب بيقول لي الايفنت الاولاني ان تي 1 التي 1 زائد التي 2 على الاثنين يبقوا اقل من او يساوي 15 من 100 سكند، تمام؟ معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان التي 1 زائد التي 2 يبقوا اقل من 3 من 10 سكند. طبعا ده بالسكند، طبعا ده بالسكند، تمام؟ طيب الشكل دوت هيترسم ازاي على هيترسم ازاي هنا؟ لو انا خدت ان اللاين اللي هو تي 1 زائد التي 2 يساوي 0.3، لو انا حطيت التي 2 بصفر، يعني انا هنا على الخط ده هقطع فين؟ 0.3، صح؟ طيب لو خدت التي 1 هو اللي بصفر، يبقى انا على الخط ده هقطع عند 0.3 برضو،
يبقى انا لو انا رسمت الخط ده 2.3 الخط دوت بيمثل لي اللاين ده. طيب لو انا كده تي 1 زائد تي 2 اكبر من 0.3 وتحت هنا كده تي 1 زائد تي 2 اقل من او يساوي 0.3 اذا الايفنت الاولاني دوت فوق الخط ولا تحت الخط؟ تحت الخط. اذا هو المساحه دي. طبعا مفيش تايم نيجاتيف عشان كده انا لسه في الربع الاولاني. اذا المساحه ديت بتمثل لي الايفنت الاولاني من السامبل سبيس كلها. لان الربع الاولاني هو السامبل سبيس بتاعته. طيب تعالوا نشوف كده الايفنت الثاني. بيقول ان الماكسيمم وفي التي 1 او التي 2 اقل من او يساوي 15 من 100 سكند. اقصى يعني اقصى واحد اقصى تايم الماكسيمم بتاعهم يبقى اقل من او يساوي 15 من 100 سكند. معنى ذلك ان هو في خط هنا كده عند 15 من 100 وفي خط هنا كده عند 15 من 100. نعم هو جيفن شرح لك المساله اللي انا شرحتها قبل ما اخش هنا. هو دلوقتي بيقول لك في 3 ايفنتس هتحصل. الايفنت الاولاني مديه لك اللي هو تي 1 زائد تي 2 على 2 اقل من 15 من 100 تمام. بيقول لك حددي لي الايفنت دوت هيبقى على السامبل هياخد من السامبل سبيس شكل عامل ازاي. فاحنا حددناه هو المثلث اللي تحت ده تمام. بعد كده بيقول لك في ايفنت تاني اللي هو ان الماكسيمم بتاع التايم 1 والتايم 2 يبقى اقل من 15 من 100 سكند تمام. فدوت بيتمثل ازاي؟ ان لو اقصى حاجه ان ممكن يوصل لها التايم الاولاني عندما يكون التايم الثاني بصفر هي 15 من 100 سكند. واقصى حاجه ممكن يوصل لها التايم الثاني لما يكون التايم الاولاني بصفر هي 15 من 100 سكند. فدوت هيحدد لي مربع كده بالمنظر ده. هنسمي الايفنت دوت مثلا سي هنسميه ايه؟ وهنسمي الايفنت دوت بي. فيبقى المساحه ديت بتمثل لي ايه؟ تمام؟ طيب دلوقتي بقت المساحه الجديده اللي هي بتاعت الايفنت الثاني شكلها عامل ازاي؟ شكلها هي المربع دوت فدي تبقى البي. ديت اللي هي اي مجموع اي تايم تي 1 تي 1 زائد تي 2 هيطلع اقل من او يساوي 15 من 100 جوه المربع ده. طيب الايفنت الثالث الايفنت نعم يعني هو مش عايز ان اقصى مجموع ليهم او اقصى تايم فيهم ما يعديش ال 15 من 100. اقصى تايم فيهم اقصى تايم عايز ان اقصى تايم ما يعديش 15%. طيب الايفنت الثالث اللي هو هنسميه سي مثلا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان التي 1 ناقص التي 2 اقل من 0.06. معنى ذلك ان التي 1 ناقص التي 2 محصوره ما بين 0.06 ونيجاتيف 0.06 صح؟ طيب دي هنحلها ازاي؟ تعالوا ناخد الجزء الاولاني اللي هو ان التي 1 ناقص التي 2 اقل من او يساوي 0.06. طيب يبقى التي 1 اللاين بتاع التي 1 ناقص التي 2 يساوي 0.06 ده هيترسم ازاي؟ نرسمه ازاي؟ لما تكون التي 1 بصفر هيبقى التي 2 بكام؟
لما يكون التي واحد بصفر هيكون هنا نيجاتيف 0.06، ده التي 2. طب لما يكون التي 2 هي اللي بصفر هيبقى التي واحد ب 0.06، فبالتالي اللاين دوت هيبقى خط بالمنظر ده. طيب الكونديشن الثاني اللي هو ان النيجاتيف 0.06 يبقى اقل من او يساوي التي ناقص التي واحد ناقص التي 2. طيب يبقى التي واحد ناقص التي 2 يساوي يبقى اكبر من او يساوي اللي هي التي 2 ناقص التي 1 يبقى اكبر من او يساوي 0.06. ضربت في سالب وعكست علامه التباين، تمام. طيب يبقى الخط اللي هو التي 2 ناقص التي 1 يساوي 0.06 ده ممكن يترسم ازاي؟ عند التي 2 بزيرو هيبقى التي 1 بنيجاتيف 0.06. طيب لما التي تي 1 هي اللي بتبقى بزيرو هيبقى التي 2 هي 0.06، هيبقى اللاين شكله عامل كده، تمام. طيب عايزين نشوف بقى انا شغال في الحته دي ولا الحته دي ولا الحته دي. طيب انا عندي هنا ان التي 1 ناقص التي 2 اقل من او يساوي 0.06، انا شغال هنا ولا هنا؟ الخط ده فوق كده ولا تحت كده؟ نعم؟ ما تعكسش، سوري. الخط دوت او انا شغال تي. طب تعالوا نفرض ارقام، تمام. انا اولا انا عارف ان انا شغال فوق هنا، فعايزين نشوف هي هنا ولا هنا بقى، تمام. طيب هنا ولا هنا مين اللي هيحددها لنا؟ تعالوا نفرض رقم هنا كده، تعالوا مثلا نخلي 1 سكند ونشوف التي 2 هتبقى بكام من الخطوه دي. لو فرضت ان التي 1 هي ب 1 سكند هيبقى التي 2 بكام؟ ايه يا جماعه في ايه؟ الجزء اللي فوق. طب عرفت منين؟ حط الصفر والصفر هتحقق لك هنا بالظبط، هتحققها لك بالظبط. ماشي ده حل. يبقى انا شغال هنا في الجزء ده، طبعا مش هنزل تحت، تمام. طيب وفي نفس الوقت اعوض هنا برضو بالصفر والصفر، هتلاقي ان هي برضو حقق لك ان هي اقل، فبالتالي انا شغال في الحته دي كلها. يبقى ده الايفنت الثالث اللي هو السي. طيب هنعملها ازاي بقى نكتبها كايكويشن بقى؟ فهقول له ايه؟ هقول له والله ان السامبل سبيس بتاعتي هي عباره عن تي 1 والتي 2، حيث ان تي 1 اكبر من او يساوي الصفر والتي 2 اكبر من او يساوي الصفر. دي السامبل سبيس بتاعتي اللي احنا قلنا ان تي 1 والتي 2 ممكن تاخد اي رقم. طيب الايفنتس بقى بتاعتي، الايفنت ايه؟ هو عباره عن في التي 1 وفي التي 2، حيث ان التي 1 اكبر من او يساوي الصفر والتي 2 اكبر من او يساوي الصفر، وانا عارف ان التي 1 زائد التي 2 على الاثنين هو اقل من او يساوي 15%. ده الايفنت الاولاني. الايفنت الثاني برضه هو في التي 1 والتي 2، وانا عارف ان التي 1 اكبر من الصفر والتي 2 اكبر من الصفر، وعارف ان الايفنت الثاني هو الماكسيمم، وفي التي 1 والتي 2 يبقى اقل من او يساوي 15%. والايفنت سي هو برضه ايفنت في التي 1 والتي 2 والاثنين اكبر من الصفر، وهو العلاقه اللي هي طلعت لي اللي هي ان الماجنتيود بتاع التي 1 ناقص التي 2 يبقى اقل من او يساوي 6%.
بس كده. حد عنده سؤال في المسألة دي؟ دوت ان انت ازاي تكتب الايفنتس. احنا دلوقتي حددنا الايفنتس ديت على الرسم، ازاي تكتبها بقى في صورة معادلة؟ ان انت بتقول ان الايفنت الاولاني هو ايفنت في التي 1 والتي 2 تمام، بحيث ان مجموعهم تكتب بقى الكونديشن اللي هو ادولك او الايفنت اللي هو ادولك. نعم ما عادي، ما هو اصلا مديك ايفنتس، انت كتبته في صوره ايفنت بقى كبروبابيليتي، انت حددت ان التي 1 والتي 2 اكبر من الصفر، ولكن ان الكونديشن بقى اللي هو الايفنت بتاعي ان هو ان تي 1 زائد تي 2 مثلا بالنسبه للاي، تي 1 زائد تي 2 على 2 اقل من او يساوي 15%. حد عنده سؤال؟ طيب انا كده خلصت.